فترة الأجازات دي على قد ما هي فترة جميلة كلنا بنحبها، إلا إنها كمان بتبقى very stressful بسبب المصاريف. بنصرف فيها مصاريف كتيرة جدا، أجازات يعني فسح يعني خروج يعني أكل بره يعني هدايا. في ناس كتير بتسافر جوه أمريكا، وناس أكتر بتسافر بره أمريكا تروح بلادنا بقى يزوروا أهاليهم وكده. طبعا طالما كلمة زيارات يعني معناها إيه؟ هدايا، وكل واحد عايز حاجة والكلام ده كله. فالحقيقه الناس بتعاني انها تقعد 3 4 اشهر تسدد في الديون اللي اتراكمت عليها في شهر ديسمبر عشان هدايا. فتعالوا بقى في حكايه من الولاد اقول لكم ازاي تحاولوا توفروا في الفتره اللي احنا فيها دي، علشان خاطر ما تعانيش بقيه السنه. احنا خلاص كفايه علينا الانفليشن ريت، وكفايه المشاكل الاقتصاديه اللي بنعيش فيها، بقى مش ناقصه اكتر من كده. حكايات من الولاد القناه دي معموله عشانكم، علشان تخلي كل نواحي حياتكم كويسه وتعيشوا بافضل طريقه ممكنه. فايه بقى اول حاجه تعملها؟ هديك كده خطه تعملها عشان توفر في فتره الاجازه. اول حاجه تعملها لازم تفهم انت بتصرف الهدايا دي او الرحلات دي ليه. لو انت بتجيب الهدايا دي علشان تو امبرس سام بيبل، عشان الناس تقول عليك واو ده صرف علينا، ده شايف الهدايا بتاعته كام، ده الكلام ده كله، يبقى ده سبب ما يستاهلش ابدا ان انت تدين عشانه وان انت تزنق نفسك عشانه. الناس اللي انت بتحاول تو امبرس them هي الناس اللي مش هتقف جنبك وقت اللزوم حقيقه. الناس اللي بتحبك فعلا وبتحبك لشخصك مهما جبت لهم، حتى لو جبت لهم حاجات بسيطه، هم بيحبوك. وقت الزنقه هتلاقيهم واقفين جنبك، وقت الجد هيقفوا معاك. الناس بقى اللي بتحاول تصرف عشان مديري في الشغل اجيب له هديه يقول عليا مش عارفه ايه، اصل زمايلي في الشغل عايزهم يقولوا علي عشان يقبلوني في وسطهم، عشان يدخلوني في الجروبات بتاعتهم. الناس دي ساعه الجد ولا هتعرفك، ومش هيقولوا عليك اللي انت عايزهم يقولوا عليك. دي كلها حاجات نفسيه جوانا، احنا بنصرف فلوس كتيره جدا وما بتجيبش نتيجه، ما بتجيبش نتيجه اللي في دماغنا. الناس اللي بيحبونا فعلا هيحبونا لشخصنا مهما كان الهدايا قليله. فالناس دي هي اللي تستاهل ان انا اصرف عشان. فاول نقطه ان انت تظبط العقليه دي، انا بصرف ليه؟ عشان الناس دي، عشان امبرس الناس دي. لما تشيل الناس دي من الحسابات بتاعتك ومن الليسته بتاعتك، هتلاقي نفسك وفرت فلوس كتير قوي، وهتحط الفلوس دي مكانها. حط الفلوس دي افسح ولادي، اجيب لامي هديه حلوه نفسها فيها، اجيب اخواتي حاجه نفسهم فيها. دي اهم من المدير والغفير والجروب ده بتاع اصحابي وعايز البس الجاكيت ده عشان يقولوا عليا واو. هتلاقي نفسك وفرت كتير لمجرد طريقه التفكير دي انها تتغير. تاني حاجه، اعمل لسته بكل الناس اللي انت محتاج تجيب لهم هدايا، او الاماكن اللي انت محتاج ان انت تروحها. الليسته دي هي اللي هتبقى الجايد بتاعك علشان ما تخرجش عليها. تالت حاجه، البادجت. لازم تحط لنفسك بادجت. انا السنه دي هصرف 1000 دولار في موسم الاجازات ده، هصرف 1500، هصرف 5000، اي مبلغ انت هتحطه هو ده البادجت بتاعك. اهم بقى من البادجت كمان ان انت تعمل تراكنج للصرف بتاعك، يعني على التليفون بتاعك كده، على النوتس بتاعتك، انا صرفت في ايه؟ 5 دولار كافي من ستاربكس، 2 دولار كوكي، 7 دولار لعبه لابني. لما تفضل تعمل تراكنج كده بعد يوم او اتنين، هتلاقي نفسك بتصرف فلوس كتيره جدا في لا شيء. عشان كده ده اللي بيحصل، ان احنا بعد موسم الاجازات بقى مثلا بقرر هصرف 1000 دولار، تلاقي نفسك صرفت 2000 دولار. تقوم في ايه؟ مش عارف، لا انا وديت الولاد اماكن ولا فسحتهم زي ما كنت افسحهم، وزعلانين مني ان انا ما عملتش معاهم المفروض كان اعمله معاهم، وفي نفس الوقت صارف كتير اهو ومديون كمان. هتلاقي الفلوس كلها راحت في الحاجات الصغيره دي. لكن انت لما تصرف تقول لا انا خلاص عارف ان انا الاكل بره بيصرف فلوس كتير، مش هناكل بره، هجيب معايا سندوتشات ونروح نتفسح احسن، وهكذا. فهتاخد بالك مصادر المصاريف بتاعتك او المنافس بتاعتك عامله ازاي، هتسد بقى المنافذ اللي ملهاش معنى، ده هيوفر لك فلوس كتيره جدا. بعد كده هات هدايا مجمعه، يعني مثلا انت واخواتك بدل ما كل واحد فيكم يجيب هديه لمامتكم هديه منفصله، طب يا جماعه ايه رايكم نتجمع كلنا ونجيب هديه كبيره حلوه ليها، وكلنا ايه اشتركنا في هديه حلوه. ساعتها انت كفرد هتصرف اقل، بس الهديه اللي جات لها قيمتها اعلى، هي هتتبسط وانتوا كلكم اتبسطوا. نفس الحكايه بالنسبه للعائلات اللي بتجيب لهم هدايا، بدل ما تجيب هديه لكل فرد من افراد العيله، هات للعيله دي هديه مجمعه. بدل ما تجيب مثلا لخالي ومرات خالي ولاد خالي كلهم، اجيب لهم هديه واحده للبيت كبيره، حاجه كبيره كده حلوه ليهم كلهم، دي للاسره دي كلها. بدل ما اجيب لفرد فرد فرد، هلاقي نفسي صرفت في لا عشان فرد 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 صرفت كتير، وبرضه قيمه الهدايا قليله. ما انا عشان اجيب لخمس ست هدايا للاسره دي وخمس ست هدايا للاسره دي مش هقدر. لكن دي اجيب هديه واحده قيمه، هصرف انا اقل كفرد، وهم هيجي لهم هديه قيمه يستعملوها هتبقى افضل ليهم يعني. فدي نقطه مهمه جدا لازم تحطها في اعتبارك. كمان اعمل انت الهدايا، يعني لو انت كرييتيف شويه وانت كرييتيف شويه، ممكن تعمل هدايا حلوه. في ناس مش عارفه بترسم على الازاز، في ناس بتعمل حاجات على الخشب جميله، في حاجات تعرف تخيط، في واحده اجيب ورد وانسقه بطريقه معينه.
في ناس اجيب شوكولاته واسيحها واصبها في قوالب كده واخلي شكل جميل، يعني في ناس عندهم افكار هايله. اعمل انت الهدايا، خش على يوتيوب دي اي واي واعمل 1000 هديه، وهديه هتلاقيهم تكلفه تلت التكلفه بتاعت بره ويمكن اقل كمان، وحاجه جميله. اهم حاجه لازم تفهم ان يور بريزنس از مور امبورتنت ذان يور بريزنت، وجودك اهم من الهدايا بتاعتك. يعني ان انا اروح ازور الناس وافرحهم اهم من الهديه اللي انا جايبها. ايه انه احسن اروح للناس واكلمهم بطريقه لطيفه واحضنهم وابوسهم، والناس انا زعلانه منهم اتواصل معاهم واخلي الوقت اللي بقضيه في وسطهم احلى، ولا اروح اجيب لهم هديه غاليه واحط رجلي على رجلي واحط جزمتي في وشهم ده انا جايب لكم هديه كذا يا مش عارفه ايه؟ اكيد لا، لاقيني ولا تغديني. المثل ده على فكره شغال لغايه دلوقتي، والناس اللي هتقول ايه ده جاب لنا هديه اي كلام، الناس دي ما تلزمكش، الناس دي ما تلزمكش كده من الاخر على طول يعني. فانت روح بهديه كويسه متواضعه حلوه يعني، وحاجه قيمه على قد فلوسك وعلى قد امكانياتك، بس انت خلي قعدتك في وسط الناس جميله، ادخل بقلب حلو كده وكلم الناس كلمه حلوه وهادي الناس الكلام الحلو. الناس عايزه تتهادى، الناس كلها غلابه محتاجين كلمه حلوه، محتاجين حد يطبطب عليهم، محتاجين حد يقول لهم ده انت جميل، ده انت حلو، ده انت شاطر، ده انت ذكي. دي اجمل هديه من ان انت ترمي لي هديه غاليه وانت تقول لي ايه القرف اللي انت طبخاه ده، الاكل مش حلو. دي بقى اللي هتوجعني وتفضل بقى في دماغي كل ما اشوف هديتك مش هبقى عايزه البسها والله، لان انا سمعت كلمتين وحشين وانا باخد الهديه دي. فدي نقطه مهمه جدا لازم تعرف. الحاجه الثانيه اللي هقولها لكم، مش هتلاقوا حد تاني يقول لكم الكلام الغريب اللي انا هقوله ده، يا جماعه لو في هديه جات لك وانت بتستعملهاش هديها لحد تاني عادي، يعني كلنا بنعمل الكلام ده. يعني انا جاي لي هديه مثلا وانا يا جماعه مش بستعمل الهدايا دي، خلاص ما هيش حاجه ان انا لفها لفه حلوه دي، طالما ما استعملتهاش ولا مسكتها ولا حطيتها على جسمي ولا حاجه، يعني ايه المشكله ان انا هدي حاجه مش هستعملها بس ناس تانيه ممكن تستعملها، يعني ما جراش حاجه. يعني دي حاجه عاديه. في كمان واحده صاحبتي قالت على حاجه كده، جالها هدايا غاليه بس هي ما بتستعملهاش وغاليه قوي عليها، يعني جات لها شنطه قيمه قوي وهي ما بتمسكش الشنطه القيمه دي، بتقول طول النهار قاعده مع العيال في البيت في البارك بتاع بقى، يعني هعمل ايه بالهديه دي؟ وتخاف تلبسها. فراحت عملت ايه؟ راحت باعتها، جابت فيها 5 6 هدايا وزعتهم على عيلتها واتبسطت واهلها اتبسطوا، وصاحب الهديه الغاليه دي اتبسط لانها شكرته 1000 مره، راضت الجميع. يعني هي الحياه كده يا جماعه، هي الحياه كده، خلينا كده طبيعيين. يعني الناس كلها بتعمل كده واغنى اغنياء العالم بيعملوا كده على فكره، محدش يعني مش دي الحاجات دي يعني مش خاصه بفئه معينه. جات لك هديه مش عايزها لفها لفه حلوه وديها لناس ثانيه، جات لك هديه غاليه قوي 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 وانت مش محتاجها بيعها وفكها وهات بيها 5 6 هدايا لناس تانية عادي، يعني الناس ممكن تعمل كده. فانت يعني حاول على قد ما تقدر ان انت ايه، كمان ان انت تشتري اونلاين، اوعى تشتري حاجات من المول. المول دلوقتي بيبقى مزغلل، بيبقوا عاملين ديكورات تحفه يقول لك 50% خصم 70%، وكل الكلام ده كذب، ولا 70 ولا 80 ولا اي كلام ده. فانت تدخل المول تلاقي نفسك اشتريت وحاجات دي مش محتاجها، ما تشتريش من المول، اشتري اونلاين، لان اونلاين انت بتقعد تدور وتشوف مين الارخص وتشوف الديل، اشتري حاجه اونلاين وجمع مشترياتك كلها. ممكن تشتري من نفس الحاجه خمس ست، يعني لو انا حدي هدايا لخمس ست اسر ما يعرفوش بعض ومش هيقابلوا بعض، خلاص اجيب نفس الهديه لخمس ست اسر. لما بتجيب بالك بيرتشيز بيبقى عليها تخفيضات، والشيبنج بيبقى عليه تخفيضات، فكل ده يوفر لك انت فلوس وفي نفس الوقت اسعدت الناس دي كلها. كمان في حاجه لطيفه جدا، اعمل حفلات فيرتشوال عن طريق الزوم. والله يا جماعه انتوا بعيد واحنا مش هنقدر نجي لكم، تعالوا نتقابل على الزوم ونقعد نتكلم وساعه جميله كده وبتاع، يعني خليك كرييتيف، يعني خليك كرييتيف. انا مش قصدي ان الواحد يكون يوفر زياده عن اللزوم، بس انا اقصد اقول ان انت عندك بادجت، امشي في البادجت بتاعتك دي، ودي الناس اللي تستاهل، اسعد الناس وخلي اسعاد الناس بشخصك انت، بكلامك الحلو، بمشاعرك الدافئه ناحيه الناس، دي احلى هديه. والذكرى الناس لما بتفتكر ما بيقولش والله الله يرحمه كان بيجيب هدايا غاليه، يقول الله يرحمه كان لسانه حلو، الله يرحمه كان قعدته جميله، الله يرحمه كان هين سهل لين كده تقعد معاه تحس ان الدنيا جميله، تطلع معاه متفائل. هو ده اللي الناس بتفتكره اكتر من الهدايا. اتمنى ان الكلام بتاعي يكون فات حد منكم، ولو كان فعلا فات حد منكم يعني طبقوه على قد ما تقدروا. الناس عايزه، الناس غلابه ومحتاجه انها حد يسعدها اكتر من حد يجيب لها هديه كبيره. اتمنى ان الكلام ده يكون فات حد فيكم، ولو كان يا ريت تعملوا سبسكريبشن في القناه وتشيروا الفيديوهات علشان يعم الفايده على الجميع. وكل سنه وانتم طيبين، كان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات.